عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا واد عمي، أنا عم بسأل عن واحد اسمه المعلم حسن أبو دبيكي، تعرفه؟ ومين ما يعرفش المعلم حسن أبو دبيكي؟ ده رئيس العمال هنا، بس وصل الحاج حسين المصري وزمانه جاي حالي. ومين الحاج حسين المصري ده؟ ده صاحب الشغل اللي أنت شايفه ده. اقعد أنت على القهوة وزمان المعلم حسن جاي حال. متشكرين قوي يا أخي. الشكر لله. يا عم اللي انت بتعمله ده يا عم توهه، هي العمليه ناقصه؟ انا مش عارف الصعيد ده كل يوم والتاني بعتوا لنا بشر اشكال والوان. يا زناتي ما حدش بياخد رزق حد يا زناتي. السلام عليكم. السلام. ايوه بلدينا. واحد شاي حات ابوك على حساب يا بيسو. وعندك واحد سايق صلاح سام معلم سطوحي. تشكر يا معلم سطوحي. ما شاء الله. تشكر يا واد عمي. يا بلدينا المعلم حسني وصل. يا بلدينا يا معلم حسني. يا معلم حسني خير يا اخويا؟ في واحد بيسال عليك. واحد مين ده؟ اهو. السلام عليكم يا معلم حسني. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. برضك المعلم حسني أبو دبيكي؟ إيه يا أخوي خير. أنا جاي لك من طرف ولا عمك. إيه أنت كنت فاروق الجناوي صح؟ لا. مرحبا فاروق. لا ما كيفك يا واد عمك؟ مرحبا فاروق. معلم حسني مرحبا. بس مش فاروق أنا. افهم بقى من أولها، ما تكفلش معايا أمال. مرحبا فاروق. أهلا يا جناوي تعال. أنا عندي معلومات عن كل اللي بيحصل في المنطقة، لكن خلاص عهد التنبلة انتهى. من هنا ورايح دوريتين سواري، واحدة بعد الغروب وواحدة قبل الشروق، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. انصراف. استنى أنت صدارهم. تحت أمر سعادة البيه. أنا اطلعت على كروت تسجيل الخطرين في المديرية بتوع المنطقة دي، وفي شوية أسماء كده بالذات عايز أعرف معلومات أكتر عنهم. تحت أمرك يا فندم. تعال معايا. أوه أفهم إيه بس؟ طب لساك زمجمني ها كمان عارفك لما تقفل من جهه تقفل مما جميعه. لا ما زمجانش. طب خلاص واعقل الحديث اللي هقوله لك دلوقتي. زين كيف بس يا ود عمي؟ او هو انا اقول عليك ايه؟ ما صدق عمه مات ود عمه هرب قوم واخد ارضياته وبهايمه. واه امال هملوها كده عاد؟ الزرعه تموت والبهايم تروح فطيس. والله مخابر. الدار قدامك هناك ها، اعمل اللي يلد عليك يا كناني. ما بلحاش الحكاوه دي. بردك كده يا دبور. بو وانا الزمك في ايه؟ بقى ده سبع حديث عاد ده وتعمي. وانا اقدر اعمل حاجه من غيرك يا دبور؟ ده انت عكاز اللي اتعكز عليه وسندي بين هوارة. صح انا كبرهم دلوقتي لكن بيك برضك يا اخوي. ولا انت نسيت عاد اللي قعدنا عمرنا نرمح وراه؟ يا ما نسيتش يا كنان. ما يكنش هو ده الصح. ولا لما نوصله ننسوا اللي احنا عاوزينه؟ ايوه ما توهوهش. انت لو جيت معايا محدش هيقدر يفتح خشمه. طب وهتعمل ايه بالورق؟ الورق الورق هيفضل معاك إلا الفيران تاكله يا أخوي. الدار مهجورة دلوك وزمانها عم بتشغي فيران. آه ونعاود البدري. عاود؟ قال لي عاود. قال أنا عاود يا سيدي، لك علي أسلم الورقات. طيب والبهايم؟ حتسعى مع بهايم. والزرعة راح اضمها مع زرعيات نعمه لحد ما يبان لي يا صاحب. ها قلت ايه؟ شوف يا واد عمي، انا رتبت لك كل حاجه، ما تحملش هم. واصل شغله هتشتغل معانا. وهشتغل معاكم وين؟ في المينا. ما هتشتغل معانا وين يعني؟ في الجامعه يا ما تقفلش معايا امال. ايوه بس اسمع يا واد عمي. انا اسمع يا صاحبي، انا واد عم دبيكي وصاني عليك قوي. وانا خابر واد عمي لما يوصي على راجل شكله كيف. ما تقلقش
أنا واعي إنك جاي هنا ووراك مصيبة كبيرة قوي. ما تأخذنيش يا صاحبي، أنا راجل صريح وحديثي ناشف هبابة، إنما والله قلب أبيض وزي الفل، وبكرة تشوف لونها بنفسك. أنا ما خبرش إيه اللي وراك يا صاحبي، وإيه اللي خلاك تفر من الحكومة، وما عاوزش أعرف إلا لو قصصت منه نصيحة، وده حيجي بعدين لما تعرف أخوك زين. عشان كده أنا عملت الصالح، اخترت لك اسم فاروق الجناوي، وتحددت مع الحاج حسين المصري اللي هشتغل عنده عشان تشتغل معانا. قول لي ليه؟ من غير ما تقول أقول لك أنا، عشان تتوه وسط العمال يا صاحبي ومحدش يعرفك واصل لحد ما ربك يأذن. لد عليك الحديد ده، لد ما لدش عليك اعمل اللي عايلد عليك. طب والحاج حسين ده يبقى مين؟ ده راجل طيب قوي فوق ما تتصور، صاحب اكبر شركة شحن وتفريغ في المينا، وربنا عطيله من وسع. واخوك بقى والفضل لله بلا فخر وبلا غرور ريس عماله، وليه كلمة مسموعة قوي عنده. ها قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. اهو قديه يا عم فاروق، اهو قديه يا اخوي، زينة الرجال العقول. نشربوا الشاي بقى. صح، على فكرة بالنسبة للسكن ما تحملش هم، المطرح واسع زي ما انت شايف كده. لا يا حسني، ما انا اقدر اجر مطرح، انا معايا فلوس و دس فلوسك في جيبك يا فاروق. عيب كده ليه الحاجات الغريبة دي يا واد عمي؟ ما تقفلش معايا امال، افهمني الفلوس دي هتحتاج لها بعدين، ودلوقتي ديك واقع يعني. أنا قاعد لوحدي، لا عندي عيل ولا تيل. ولا معاوز تونسني يا صاحبي؟ ده أنا ما صدقت، والله ما صدقت. قوم قوم احلق الكريمة دي وروق نفسك كده وارتاح لك شويتين، وما تحملش هم واصل. الورقات؟ ايوه يلا بينا. وكمان لحقتوا تجيبوا فيها انفار يا دبور عشان تعرف بس قد ايه احنا قلبنا على ارض ودعمنا. قلبكم فيه الخير، الارض امانه عربي الحد ربنا ما يفك ضيقة البدري. أمانة أخدع علوان يا دبور. قصدك إيه؟ ما قصديش يا واد عمي، ما قصديش. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. عربي عربي أنت واد، أنت هو بالك لو حملته فيها ولا نقص منها سهم اطلع روحك منك ليه؟ يا مرحب يا ابني. مرحب بيك يا سعاده البيه. قول لي يا حاج حسين. حاضر يا حاج حسين. حاج حسين المصري يا فاروق كبرنا وسندنا واحنا كلاتنا رجالته. ولادي يا ابو دبيكي. معلوم يا حاج، ولادك وعزوتك وسندك امال ايه؟ روح ربنا يبارك لنا في عمرك ويخلي لك الست نرجس والست الحاج. قلت لي بقى اسمك ايه يا ابني؟ اسمي فاروق، فاروق الجناوة يا حاج. يعني مش فاروق الدبيك؟ امال ايه ولاد عمي دي؟ لا اصلا مش ولاد عمي، شقيق يا حاج، ولاد عمي من جهة الست الوالدة، بس زي الشقيق اكتر والله. واحنا حدانا في البلد يا حاج كلنا عيال عم. وهو على ضمانتك طبعا.
رقبتي. تسلم رقبتك يا سيدي. ولو ان الحكايه مش محتاجه سيماهم على وجوههم باين عليه ابن حلال وابن ناس. مش عم بقول لك قريبي لازم يبقى ابن ناس. طيب يا سيدي، ولو انه ما يشكر في نفسه الا ابليس، خدوا بقى ومرنوا على الونش نرجس. ابسط يا عم، الونش نرجس دي اغلى ونش عند الحاج، اصل على اسم الغالي. روح يا حاج، ربنا يبارك لنا في عمرك، ربنا يعلم مراتبك ويوطي مراتب عدوين. بينا يا فاروق. صباح الخير. صباح النور على البنور. انا زعلانه منك جدا. صباح ده لعم حسني بس. صباح السكر، صباح العسل، صباح التفاح. يا مرحبا. يعني زعلانه زعلانه. طبعا انا مش قلت لك تروح المزاد بتاع جليم وتجيب لي الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ما رحتش ليه؟ اهو المزاد زمانه خلص والحاجات اتباعت. هي من ناحيه اتباعت، بس مين قال لك بقى ان انا ما رحتش؟ بجد يا بابا؟ يعني اشتريتهم؟ طبعا، وقعدت هناك طول النهار عشان خاطر. ربنا يخليك ليا يا حاج. ابا يا حاج برضك يقدر يتاخر على طلبات ست البنات؟ لا ما يقدرش. طب هما فين بقى؟ اهم يا ستي مستنيينك من امبارح، وجبت لك معاهم هديه هتعجبك قوي. ايه يا بابا؟ عنك يا ست نال فاروق، خد له وصلهم عربيه الست نال. يلا فاروق. سلام بقى. على السلامه يا ست البنات، سلام ورحمه الله وبركاته. يا مصيبتي، اللي انت عملته ده؟ لا مؤاخذة، لا مؤاخذة يا استهانف. لا مؤاخذة ايه؟ دي اسطوانات نادرة يا بجم. معلش يا استهانف، غصب عني ثلاثة بالله العظيم، رجلها اتكعبلت غصب عني، حدك عليا يا استهانف. يا اخي كسر حقك، انت ايه ما عندكش عقل؟ الله يسامحك. يا بنت ما تعمليش في نفسك كده، فداك يا فاروق يا ابني. فداك؟ اسطوانات نادرة زي دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الحق يا حسني ما تخلاش تسوق. غصب عني يا حاج حسين، ثلاثة بالله العظيم غصب عني. والله يا عم حسني غصب عني يا عم حسني. نرجس استنى يا سيد. وبعدين معاكي يا نوره يا بنتي، معقوله هتفضلي على الحال ده؟ يا بنتي ما كانتش الاسطوانات دي اللي تخليك تعملي في نفسك كده. دي مجموعه نادره يا بابا، سيد درويش بصوته وعبد الوهاب القديم وغيرهم. ولا يهمك، انا هجمع لك زيهم واجيبهم لك. مش هتعرف، انا ما صدقت لقيتهم في المزاد ده، اصل صاحبه كان غاوي. انت لازم ترفده، لازم ترفده. يرفده؟ ارفد مين؟ الجلف اللي كسرهم لي ده. ده اول يوم يجي يشتغل عندي. يوم يمتص فيا يكسر لي اسطواناتي؟ جه من انهي مصيبه ده؟ يا بنت ما احبش انك تفكري بالطريقه دي، يعني هو كان قاصد. وانا ذنبي ايه؟ وبعدين معاكي بقى يا نوره يا حبيبتي، حرام عليك؟ يعني انا مش حرام عليه؟ طب بقول لك ايه بقى؟ بطلي دلع البنات المرق ده، وخش اعملي فنجان قهوه لابوكي بايديكي الحلوين دول، يلا. انا لا قاتل بالله، تعملهاش حكايه عاد. ايه يعني كبسطونه انكسر وفداك يا اخي؟ واه يا حسني، واه تلاقيها زعلت كيف؟ هتزعل لها يمين وخلاص. وما سمعتهاش كمان قالت ايه؟ من زعلها يا اخي، بكره تروق وتنسى يا عم فاروق. بالك انت، الحج ومرته وبنته دول والله ما في اطيب من قلوبهم في الدنيا. خابر بس ما خدتش بالي كيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ساعة القدر يعمل بصر يا ولدي، يعني هو أنت كنت قاصد ولا كنت قاصد ولا كنت قاصد؟ أيوه يا أخي، لكن أنت بتقول لك الصورات نادرة. خلاص نروح لنادرة ونقول لها معلش يا نادرة، إحنا كسرنا أسطواناتك، ما تقفلش معايا أمال. أقفل معاك كيف وأنت مخك مقفل على آخره؟ نادرة يا بني آدم نادرة، يعني ما منهاش كتير في السوق. وبعدين يا حسني انت ما وعدتش للحاج قال لها ايه؟ قال لها اشتراهم من مزاد قاعد فيه نهار بطولة ودفع فيهم 300 جنيه. 300 جنيه؟
وايه يعني 300 جنيه هذا الحاج يا خاي؟ بلك انت 300 جنيه هذا الحاج كانهم 300 مليم حداد يا راجل، ده بيطلعهم صدقه كل طلعه شمس. صل على العيش وعفيك وانسى انسى. اللهم صل عليه. يعني فكرك يا حسن الحاج حسين ما زعلش مني؟ الحاج الله بكره تعرفه زين. طب قول لي يا حسني، اللي هي محلات بيع الاسطوانات وين هنا في اسكندريه؟ قال لك عم بسمع اسطوانات يا. لا يا حسني، بس قاعد في اسكندريه دي لك كام سنه؟ يعني هتلاقيهم فين يا واد عمي؟ يعني في شارع سعد زغلول، في شارع صفيه زغلول، امال هتلاقيهم في سوق الحضره هناك. طب وين هالشوارع دي؟ في اسكندريه هنا خبر محطه الرمل. دي خبر زين هنا. ليه؟ هتدور عليهم هناك ياك. يعني لا بلاش يا صاحبي بلاش. ليه عاد؟ انا بقول تلم نفسك يا صاحبي، ما حدش ضامن، وبعدين انت لا حتعرف تروح ولا تاجي، ولو عرفت حتعرف في الاسطوانات عاد. بلك انت احنا لو نظرنا الاسطوانات يمكن ما نعرفهاش. انا عن نفسي عم بسمع الناس تقول اسطوانات لكن بخبرش شكلها كيف. انت فاكرني ايه يا حسني؟ جاهل اياك. لا يعني يمكن بتعرف تقرا بس برضه مش هتوصل للاسطوانات. هقول لك ايه بس يا واد عمي، اقول لك ايه يا شيخ، ده انا خريج جامعه. ومالك جامعه؟ يخرب مطنك يا بعيد. طب روح انت يا ابو تريكي تهمم دلوقتي على العمال وبعت لي قريبك فاروق. فاروق؟ والله ما عارف اقول لك ايه يا حد، اصل مؤاخذه يعني هو ما جاش النهارده. ما جاش؟ من اولها كده؟ لا من اولها يا حاج، ده والله ده غلبان وعايز يعيش. ما حصل ايه؟ ما حصلش، زي ما تقول جنابك خزيان من عمله امبارح. خزيان ده عنده دم بقى مش تبت زي جماعه قرايبه. قصدك انا الصح يا صح؟ هتقول ايه يا حاج؟ لكن البطن قلابه. طب ما فهمتوش التباتة ليه زيك؟ والله فهمت لكن التباتة دي اصلها موهبه مش اي حاجه يعني. الله يحسك يا حسن. الله يحسك يا حاج، لكن ان شاء الله هنعلمه مش هنسيبه. طيب زي ما قلت لك ابعته لي وانا هشد على ودك. ايوه ماشي يا حاج. الله يقول لي يا بدويك، هو صح ابن عمك؟ اقول لك الحق يا حاج، لا هو مش واد عمي، اصل الكذب خيبة بعد عنك، وانا ما كذبتش على جنابك اصلا. انا قلت كده برضه. بس ده واد ناس قوي يا حاج ومتعلم زين. والله زي يعني قصدي ان هو بيعرف يقرا ويكتب. طب زي ما قلت لك ابعتهولي. بس دي الصوانات نادره قوي، انت كنت جبتها منين؟ ما جبتها من مطرح ما جبتها. ايه فيه؟ هتبحلق لي ليه كده؟ لو اللي زينا ما يعرفش يسمع اياك. لا العفو، مش قصدي. قصدك ولا مش قصدك؟ المهم حداك زيهم ولا لا؟ انت سميع يعني؟ اللهم طولك يا روح. ايوه يا سيدي انا سميع والله العظيم، وغاوي كمان. يا بلدينا ما تبقاش حمقى كده، الكلام اخد وعطى. وانا ما عنديش وقت للاخد والعطى، هي كلمة ورد غطاها. حداك اسطوانات زيها ولا لا؟ لا. خلاص على العموم برضك متشكرين، لكن يمكن اقدر اجمع لك زيهم. صح بس لو قدرت اجمعهم لك هيكلفوك كتير. ما يهمكش الفلوس، واصل. هيكلفوا كام يعني؟ 500 جنيه. طب وحديث البيع والشراء؟ الله ده جد بقى؟ أمال أنت فاكرني بهزر إياك؟ سلام عليكم. لا استنى، السميعة يا بلدينا أعصابهم بتكون هادية وأنت أعصابك تعبانة قوي، لكن أنا مقدر حالتك العصبية دي. اللي يفقد مجموعة زي دي لازم تبقى حالته أصعب من حالتك. نهايته عاوز تدفع كام؟ هدفع لك 300 جنيه. طب أنا ما أكدبش عليك، أنا عندي منهم 3 اسطوانات بس، والباقي اقدر اجمعهولك في خلال 3 ايام. كتير يا بلدينا، حات ابوك. ربنا يسهل، قول يا رب. كله على الله. طب امسك دول. ايوه. وامسك دول كمان. ايه دول بقى؟
دول 100 جنيه ربط حديد، وبقيه المبلغ لما تجيب بقيه المجموعه. زنين؟ زنين. و مش هوصيك حياه ابوك على الاسطوانات المكسره. لا. هي مكسره صحيح، بس انا محتاجها. لا ما توصليش ابدا. شكرين قوي. ومش هوصيك كمان على المنديل. لا ده انا هلفهم لك في المنديل. الله يكرمك. الله يحفظك. سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم. وعليكم السلام. والله زمان السميع. ايه في ايه؟ الكوتش ده الظابط الجديد اللي هيقولوا عليه. كأنه هو عامل لي فيها سبع البرومبه. سبع البرومبه؟ ضحكتني. الله يضحكك يا اخوي. ايه ده؟ لا سعادتك ما تاخدش في بالك. ده عادي. خدش في بالي يعني ايه؟ انا سامح حس بني ادمين. يا بيه تعالى هنا، رايح فين؟ ولا كلمه. يا بيه ده الصراع خطره، فيها حيوانات مؤذيه بتتدلى من الجبل في الليل. عندك نظرة في المليان. اتفضل يا معلم. ده باين عليه ظابط واعر قوي، ما همناش الا بقلع الدرس وقلبه ميت قوي. لو تعرف كيف دخل الدره كنت استعجب. يعني كم هيقولوا عليه؟ واكتر كمان. سامع يا معلم زناتي؟ ايه هنأجله التسليم؟ لا هنأجله كيف؟ وندس البضاعه وين؟ ده المركب في البحر الاحمر هتقف في المطرح اللي متفقين عليه، والجمال مستنيه، والتاجر هيجي زي ما قلنا له. يعني الترتيب كله تمام، ما نقدرش نخربط واصل. واه ما السلامه كمان مطلوبه يا معلم زناتي. ده انا سامع كمان ان الضابط ده قاطع كل السكك للاتي، وخابر المنطقه زي ما يكون اتولد فيه. قلت لي اسمه ايه؟ بيقولوا عصام. التسليم هيتم في ميعاده، وان كان هو عصام عني زناتي. كذاب كذاب يا اللي تقول الكبير يا جيتاني. ده كل شي راح وما في سداد غيره تاني. راح الكبير وقعدت انا لوحدي والحالي. يا ناري عليك يا شيخ بطال. الولية دي اذا قعدت تقعد بادبها، انما عديد ليل ونهار ونوح في بيتي انا ما يلدش عليها الكلام ده واصل. وتحسك يا علوان. ما العديد ليه عاد؟ وصاحب البيت مات ولا ايه؟ ده حتى فالشؤم ده. الشر بره وبعيد يا ود عمي. هي برضك عندها عذر. الناس اللي كانوا مضللين عليه والدار اللي كانت متوياه راحوا في غمضة عين، واللي زاد وغطى كمان. ايه ابدا يا ود عمي، انا ماليش صالح. لا تزمج مني. ليه قولي؟ ارض الشيخ بدار وبهايمه ورقاته بيقولوا يعني انك. شوف يا اخويا الولي ام عقل تخين اللي هتعوم على عوم الخلق اللي ما وراهاش غير الحديث اللي كه السم ده. وانا كنت واخدهم طمع يعني؟ ده انا دسسهم لحد ما يرعيش ربنا ياخدهم. مالي اما كانش كبير هوارة يحمي مال واد عمه الغايب، مين يحميهم مالي؟ امال ايه يا اخوي؟ طب فهميها عاد الولية اللي عم بتندب ونصبها لي مناحة دي. حاضر حاضر يا اخوي. اتفضلوا يا جماعه. لا يا حماتي برجلك اليمين عشان يحصل لنا البركه. ايه رايك في الشقه يا حماتي؟ حلو. اتفضلي بقى، هو الدوسته اي ملحوظات تقولها له. الله ينور يا ريس. ها حبيبتي ايه رايك في الشقه؟ يعني يعني ايه؟ مش عاجباكي؟ هي مش عاجباني. هي شقه بقى والسلام. يعني ايه شقه والسلام؟ اصل اللي كان يسمعك يا صلاح بتتكلم عنها كان يفتكر انك مأجر لنا قصر من القصور الفخمه. الله جرايه ابو سينا، ده احلى من القصر. ومعين يكفي انا وانت هنقعد فيها ونعشش فيها. وبعدين مش عاجباك في ايه؟ دي شقه حلوه قوي.
دي. ايوه تعالي بصي بصي، شايفه احنا في الدور العاشر؟ بصي شايفه شريط الترمايه ده؟ ده بالنهار بيبقى شريط ترمايه، بالليل بيبقى شريط قطر تغيير. وبعدين تعالي هنا بقى، هو كل ما نهب وده بيتكلم على المعمار؟ ايه هو انت مهندسه؟ هو انا لازم ابقى مهندسه عشان افهم في الشقه؟ طبعا انت عارفه الشقه دي معموله ازاي اساسا، العماره عامله ازاي. دي معموله على حصيره طبليه، قصدي حصيره مسلح. حصيره ايه يا صلاح؟ انا مالي ومال العماره؟ الله ما افهميني بقى. ابو سيد يا ابو سيد، مش كده يا ابو سيد، حماتي بره وكل شاطر شخط في. ابو سيد يا ابو سيد، انا بحبك وبعدين انا جايلك في الكلام. جايلي في الكلام ايه يا صلاح؟ انا ليا الشقه واسعه، برحه، قبلي، بحري، دمها خفيف، دمها تقيل. ايه دمها خفيف؟ هو انت بتحب الشقه اكتر مني يا ابو سينا؟ اظن دلوقتي يا ورده الصوره بقت واضحه قدامك. ايوه انا عايزك يا ورده تواجه الحقيقه بمنتهى الشجاعه والواقعيه. احنا لما اخترنا الطريق ده كنا مقدرين عواقبه في اسوأ ظروفها. لا يا حد، كان عندي امل. الأمل موجود، لكن لازم نتصرف على أسوأ الاحتمالات. إحنا هنا عايشين في أمان، لكن مش هنعيش هنا العمر كله. في يوم من الأيام هنرجع بلدنا، واليوم ده مش بعيد يا وردة. أيام بتجري، وساعتها لازم تقطعي صلتك بالقديم كله. لازم تعرفي إن أنت كونتي عيلة جديدة وانتميتي ليها، عيلة تانية خالص ملهاش أي صلة بعيلتك القديمة. بقيتي شخصية تانية. شخصية تانية محكومة عليها إنها ما تشوفش أخوها الوحيد طول عمرها. محكومة على أولادي ما يعرفوش خالهم أبداً. يا حاتم أنت ما تعرفش غلاوة البدري عندي إيه. عارف يا وردة، عارف رغم شدته وعصبيته. ده حن مخلوق زي ابويا بالظبط. الفرق ان حنيته جواه، مظهره غير داخليته. الناس كلها مش عارفين كده. اللي عارفين كده انا ولبيبه وابويا وياسين الله يرحمهم. انا مش ممكن اصدق ابدا ان يد البدري ممكن تتمد عليا يبقى زي حاتم ابدا. احنا قلنا نتصرف على اسوأ الاحتمالات، ولا انت نسيتي وصية المرحوم باباكي؟ عندك حق. طيب توعديني يا وردة؟ اوعديني. اوعدك يا حاتم، مش هيعرف سكتي ابدا، أشوفه تاني أبدا. وردة، إحنا مش اتفقنا إن أنا أبوكي وأخوكي وعيلتك كلها؟ ده أنت أتاريك صعيب يا فاروق، تالت مرة النهاردة الحج يسألنا عليك. وبعدها لك يا صاحبي هتفضل مقعمز كده وتصرف من لحم الحي؟ دول كلهم تلات ايام عمي. الايام تسرقك يا واد العم، وبعدين برضك الشغل در ولا اللي زيك؟ فهمني ولا لا؟ فهمك يا حسني، تلاتة بالله العظيم فهمك. والنهارده اخر يوم وربك يسهل. يعني عتاجي معاي الشغل بكره؟ انشاء السميع العليم. كله بمشيئته، بس قول لي ولا لا؟ حكم انا ما خبرش اقول للحج ايه. صح يا اخي، والله صح، البني ادم منينا كفار بالنعمه. استغفر الله العظيم، ليه عاد؟ امال اقول لك ايه؟ امال اذا كان العمال في المينا متلطعه كيف الدبان، بتتنشق على الشغل، بتشمشم عليه، واحنا صاحب الشغل عم بيرمح ورانا رمح واحنا بنتعززه. قلت لك ربنا يسهل يا حسني، ربنا يسهل. الا قول لي صح قبل ما انسى، هو الحاج حسين ساكن وين في اسكندرية؟ يعني ما خبرش الحاج. تسأليه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. إيه أخبارنا كيف؟ كله تمام. يا سلام يا سلام، ربنا يبارك فيك. أنت تؤمر، ده كله بس علشان خاطرك.
واحد تاني؟ لا اتفضل. طب قول لي المجموعة كاملة؟ كاملة. امال وين الاسطوانات المكسرة؟ موجودة وملفوفة بنفس المنديل اللي انت جبته. الله يخليك الله يخليك. لو تعرف انت عملت لي جميل قد ايه؟ ياه للدرجة دي؟ واكتر عجايب. طب اقعد اشرب حاجة. قال لي الواحد اليومين دول ما يلاقيش زيك كتير. اتفضل. ربنا يبارك فيك وتشكر. اصل انا مستعجل وادي بقيت حقك. ما تخلي ربنا يخليك. طيب يا سيدي احنا متشكرين قوي. ده انا اللي متشكر قوي قوي قوي. ده انت تؤمر. قال لي بقول ايه؟ ما تعرفش الواحد يروح زيزينيا من وين؟ زيزينيا؟ طبعا. هو انت؟ مساء الخير يا ست نرجس. مين يا نورة؟ ده اسمه ايه ده يا بابا؟ مين؟ فاروق؟ يا اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني اتفضل، مفيش حد غريب اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهو ده يا حاج بقى فاروق اللي دشش اسطوانات نورة، وبدل ما نزعل احنا زعل هو. شفت بقى حاجة كده؟ اهلا وسهلا يا ابني، خطوة عزيزة. اهلا بيك يا ست الحجة، ربنا يكرمك. لا مؤاخذة يا سي الحاج ان انا جيتك ده من غير ميعاد. ميعاد؟ اتفضلوا اقعدوا. قولي لهم يعملوا لنا شاي يا نورة، ولا تشرب حاجة ساعة؟ لا يا حاج ملوش لزوم، استنى يا ست نرجس من فضلك. نعم. اتفضلي. ايه ده؟ دي الاسطوانات اللي حضرتك زعلتي عشانهم. اسطوانات؟ معقولة؟ ايوه معقول. مش معقول ليه؟ ايه؟ مش هي دي؟ بالظبط. بس جبتها منين؟ سلام عليكم. استنى عندك يا جدع انت. ايه حكايتك بالظبط؟ حكايتي يا سي الحاج؟ جبت الاسطوانات دي منين وبكام؟ ليه يا سي الحاج؟ ليه؟ لان انا اشتريتهم ب300 جنيه، انت جبتهم بكام؟ ولقاها ازاي؟ ومين قال لك يا ابني ان احنا بنقبل العوض؟ عوض ايه يا ست الحاج لا سمح الله؟ ده مش عوض. الله، امال تسمي ده ايه؟ ده هديه يا ست الحاج. اصل انا حسيت ان الست نرجس زعلت قوي قوي على الاسطوانات اللي اتكسرت، وحاكم اللي تدور على اسطوانات قديمه ونادره بالشكل ده تبقى اكيد غاويه وبتقدر النوعيه دي من الفن. نوعيه فن؟ وانت يعني بتفهم في النوعيه دي من الفن؟ اهو شويه كده على قدنا. اقعد يا فاروق يا ابني اقعد وقول لي. افندم يا سي الحاج. انت مين؟ مين كيف يعني؟ انت ابن عم الرئيس ابو دبيكب صحيح؟ الحقيقه لا يا سي الحاج. امال ايه صلتك بيه؟ يعني بلديات تقريبا. تقريبا؟ بس كده؟ ايوه بس يا سي الحاج. طيب هستأذن انا بقى. سلام عليكم. استنى عندك. خد ايه دول يا سي الحاج؟ حق الاسطوانات يا ابني. اخد حق الهديه؟ ودي تاجي برضك يا حاج من اهل الاصول. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عجيبة. ايه حكاية الجدع ده بالظبط؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فاروق تعال. فاروق عايزك. تعال سيب اللي فاتك دلوقتي. تعال عايزك بكلمتين. خير؟ بقول لك ايه؟ هل انت صح رحت للحج عشيه؟ ايوه هو قال لك. ورحت تعمل ايه يا فاروق؟ رحت اودي الاسطوانات لبته. وجبتها من وين دي؟ اشتريتهم يا حسني. بكام؟ اشتريتها بكام؟ دي غاليه قوي يا صاحبي. استغفر الله العظيم. ترى ايه بس يا حسني؟ يا فاروق يا فاروق بقى احنا بنقول يا حيط دارينا دارينا حيط.
تقوم تكشف سترك يا واد العم. طب الحاج يقول ايه دلوق؟ هيقول جاب الفلوس دي منين؟ وايه اللي هيفهمه في حكايه الاسطوانات دي؟ طب ايه رايك انت لما اخذت الاسطوانات وخرجت؟ انا هملتك ليه؟ كنت فاكرك انك هتلحمها. اه والله كنت فاكرك راح تلحمها. طب اسكت اسكت لحد يسمعك. الحم يا راجل، هي الاسطوانات دي عم تتلحم؟ وانا خابر عاد قال لك عليها اسطوانات جاي، انا ايش فهمني في الاسطوانات؟ تشتريها؟ تشتريها يا فاروق؟ ما قدرتش يا حسني، ما قدرتش واصل يا اخي. طب الحاج راجل طيب والشر ما يخطرش على ضمير ونيته صافي، بلك بقى لو حد تاني عرف يبقى ايه الحال يا واد عمي؟ يا ابن الناس خلي بالك وما تقفلش معاي. امال ربك هو الستار. اقول لك ايه، نعمة بالله يا فاروق. ايه ده؟ واه 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 واه، استنى استنى، شايف الجماعه اللي هناك دول؟ مين دول؟ دول ناس عفشين قوي، لازم نبقوا جنب الحاج دلوقتي. تعال معايا يا فاروق، تعال معايا. يا اهلا يا حاج دندراوي، يا اهلا وسهلا، اتفضلوا. لا اهلا وسهلا يا حاج حسين يا مصري. ليه بس اللهجه دي معايا يا حاج؟ ده انت في مطرحي. اتفضلوا اشربوا الشاي. لا هنشرب ولا هنقعد قبل ما اعرف ايه اللي حصل. هو ايه اللي حصل بس؟ يعني ما انتش عارف يا حاج حسين؟ لا مش عارف يا حاج دندراوي. لما تخش مزاد مراكب الترسانة وتوصل تمنها لميتين ألف جنيه، ودي لا شغلتك ولا كارك، تبقى قصد مين؟ يا حاج دندراوي أنا كنت داخل مزاد مفتوع عاملاه الحكومة، ما كنتش ناوي أشتري مراكب زي ما بتقول، لأن ده مش كاري، كنت ناوي أشتري أوناش وروافع، والحكاية جرت بعضها. أنا بخش في الشحن والتفريغ عشان تخش أنت في المراكب؟ خش يا سيدي، حد حيشك؟ لا ما بخشش عشان انا بعرف في الاصول. يعني انا اللي معرفش الاصول؟ الله يسامحك يا حاج. انت رايح حاج حسين؟ ده راجل قليل ادب. استنى انت يا فاروق. ايه ده؟ مين ده؟ وانت مالك انت؟ راجل ما تخدشيش صحيح. بقى الحاج حسين من ادب وصابر على قله حياك، وانت راجل في مطرحنا وعمال تلطش في الحديد يمين وشمال ولامم حواليك كلبين حراسه، ايه؟ جاي في توات يخوفونا اياك. انت ازاي تتجرأ يا ولد؟ علموه الادب. ادب؟ بقى دول اللي هيعلموني الادب؟ طب انا بقى اللي هعلمهم لك الادب. اهدى اهدى يا فاروق وعقل، ما تقفلش. امال جري يا حسني جري. ثلاثة بالله العظيم، انا لولا حافظ مقام الحاج حسين لكنت رميتهم في البحر زي الخلقة القديمة. انا قلت علموه الادب، اقطعوا لسانه قدام معلمه. طب لما نشوف بقى مين هيقطع لسان مين. اهدى فاروق. اوعى يا حسني. We're gonna make it.